إعادة النظر في القانون المنجمي 1405 الحالي والنصوص التطبيقية اللازمة. يشمل هذا التعديل جوانب الأحكام التي رأينا الضرورة والعاجلة لمعالجتها، والتي من شأنها السماح بتكفل بنقائص مسجلة في قانون المناجم الحالي، وتمكن من العمل على بعث وتطوير قطاع المناجم، إطلاق برنامج للدراسات والبحوث المنجمية. بالنسبة لسنة 2021 يضم البرنامج 26 مشروع للتنقيب والاستكشاف الموارد المعدنية بمبلغ يقدر 1.8 مليار دينار جزائري. تتوزع المشاريع عبر 25 ولاية.